وفي ختام النشرة لابد من تحية من القلب، تحية من الام تي في وجميع العاملين فيها، بنعطيهم ألف عافية للشباب وعلى الجهود الأطقم الطبية والتمريضية والإسعاف التي تعمل لمواجهة كورونا. الام تي في معكم إلى جانبكم، ويشرفها أن تكون صوتكم لأنكم أنتم صوت القلب والإنسانية. كرمال ابني ومثل بي قلبك علي، باقي حبك فضل علي، راح ابقى قدامك. ام تي في الك، ام تي في معك.